شوطنا السادس يسير بثار أيها الحبل الكريم المخصص للأبكار في هذه اللحظات، والذي يسير وتنطلق فيه نخبة اللقاية. عموما على كل حال نبدأ المشوار بالشاهينية، راشد بن عبيد بالهلي هي الآن من تتقدم ويسير مع بداية هذا المشوار، وشرارة النافوس الأولى تقدمها لنا من خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني، شوف المركز الثاني ردم، من تحتل المركز الثاني تعود الملكية، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت من خلاله روعة محمد بن سلطان بن مرخان تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع، المركز الرابع هناك مشعله لناصر بن خليفة المنصوري في المركز الرابع. والمركز الخامس ها هي استبرق لعبيد بصغير بن يرادة في هذا اللقاء يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام، خمسة مراكز أولى أسماءها، ويعني لقاءها الجميل أكيد لقاء ودي، ولكن عندما يكون هناك تجهيز تبدأ اختراقات الصفوف أكيد للأمام وتقديم صورة مشرفة لهذه الأسماء وهذه السلالات التي تشارك في الانطلاق. عموما على كل حال عودة إلى الشاهينية وإلى راشد بالهلي في المقدمة. راشد بن عبيد بالهلي لا زال يقدم لنا الشاهينية على صدارة هذا الشوط ومنتصف الطريق، ولا زالت هي من مستمرة بهذا الناموس وهذا الأداء الجميل المبدع والممتع تماما. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هذه ردم تحتل المركز الثاني، تعود الملكية، عبد الهادي بن سعيد الشهواني يحتل المركز الثاني. والمركز الثالث ها هي روعة تحتل المركز الثالث، تعود ملكيتها لمحمد بن سلطان بن مرخان في المركز الثالث. والمركز الرابع ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري يقدم مشعلة اللي تشعل المنافسة وتشعل التحدي في سطور هذا اليوم. بينما المركز الخامس هناك عبيد بن صغير بن يرادة لا زال على المركز الخامس ويقدم لنا استبرق في هذا اللقاء. هذه الخمسة المراكز الأولى، بدأت الآن الحركة، بدأت الآن الحركة والأجهزة تعمل من خلال هذا الموقع. يا سلام، الله، البداية عندك يا شهواني. عبد الهادي بن سعيد الشهواني يقدم لنا ردم من احتلت الصدارة الأولى، وتقدمها أكيد يعني مشاهد من خلال المتابعين عبر كل المواقع التراثية التي تنقل هذا الخبر، وأجملها وأحلاها موقع الناموس أكيد بلا شك. الكل يترقب متى يصدر كذلك تعليمات عبد الهادي. عموما على كل حال وصلت مشعلة 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 مشعلة. ناصر بن خليفة المنصوري يحتل المركز الثاني مع وجود مشعلة وروعة في المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان، ولكن خلاص عبد الهادي يروح عبد الهادي مع وجود ردم بعد ما راح مع سلهود يضيف النقطة الثانية في صباح هذا اليوم من صالحه ومن صالح شعاره، حيث تقدمت مشاهدينا الكرام من خلال الانطلاقات والتحديات ردم لتأدي الفوز والناموس والانتصار. ها هي لحظات الوصول الجميلة والمميزة في انطلاقة هذا الشوط، ولا زالت العصة في الإبطان، لا زالت العصة في الإبطان بدون أي تعليمات. ها هي لحظات وصولها لخط النهاية، تهانينا والناموس عبد الهادي بن سعيد الشهواني على الانتصار. المركز الثاني ناصر بن خليفة المنصوري، المركز الثالث هناك راشد بن عبيد بن هلي، وخامسة رابعا محمد سلطان مرخان، خامسا عبيد بن صغير بن يرادة من يحتل المركز الخامس. تهانينا والناموس.